الله وإنا إليه راجعون. نتقدم بالعزاء إلى آل الفقيد والشعب الليبي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والشكر. الشيخ محمود صبحي ولد عام 1920 في المدينة القديمة بتراب مصر في عائلة تنحدر من قبيل فوزير بسيطا. أما والدته فمن عائلة الثغار بتراب مصر. درس في كتاتيب طرابلس، ثم درس في الجامع الأزهر وتحصل على درجة العليا في الشريعة ليعود إلى طرابلس ويدرس في معهد المعلمين، وأيضا كان يعني خطيبا في جامع نجران وغيره من جوامع مدينة طرابلس. انتخب في البرلمان عضوا عن مدينة طرابلس وكان معارضا للقواعد الأجنبية، كما ترأس لجنة دعم الثورة الجزائرية. بعد انقلاب القذافي اختير عضوا في محكمة رموز العهد الملكي ولكنه انسحب منها بسرعة، كما اختير رئيسا للجنة الأوقاف بعد أن ألغي منصب المفتي الذي كان من تولاه أو آخر من تولاه الشيخ طاهر الزاوي. في عام 1974 اختير رئيسا لجمعية الدعوة الإسلامية حتى عام 1980، تفرغ بعدها للتدريس وقضى نزعات حتى قيام ثورة فبراير. معنا مشاهدينا الكرام عبر الهاتف الأديب والكاتب الأستاذ أمين مازن. مساء الخير أستاذ أمين. بداية أستاذ أمين عظم الله أجركم في الفقيد، وسؤالي لحضرتك يعني عرف الشيخ محمد صبحي أو محمود صبحي في شبابه بنشاطه الرياضي في كرة القدم، يعني أعطينا فكرة على هذا النشاط اللي كان يحبه الشيخ رحمه الله. النشاط الرياضي في تلك الفترة كان نشاط أهلي يعتمد على منظمات المجتمع المدني المتمثلة في النوادي، وكان الشيخ محمود صبحي أحد المنتسبين إلى نوادي المدينة وبالذات نادي الاتحاد، وبالطبع بحكم منصب ديني ومكانته الاجتماعية كانت الحيازة للرياضة أثر كبير جدا في التشجيع الناشئة على هذا التوجه، واعتبارها نشاط غير منافي مثلا للدين وغير منافي للاخلاق، بل بالعكس في قلب الاخلاق، ولعب الدور الكبير في محمود في هذا الاتجاه سواء هنا في الداخل او في القاهره عندما كان الطلبه هناك ايضا لهم نشاط وهم رياضي، وكان هو طالب في الازهر وكان معروف بانه يؤدي دوره في كره القدم فهو يلبس اللباس المحتفل، فكان له اثر كبير جدا في تشكيل ايضا عرف عن المرحوم في العهد الملكي بمعارضته الشديده للقواعد الامريكيه وكان يقود مظاهرات المعارضه، هل ساءت علاقه المرحوم بالعهد الملكي بهذه الاسباب؟ يعني هل نعتبره هذا من الاسباب اللي خلت علاقته سوء او ساءت بالعهد الملكي في المرحله الماضيه؟ هو طبعا الشيخ محمود انتخب عضوا في مجلس النواب عن شارع الرضوان بالذات في مدينة طرابلس سنة 56، وكان خليفة للأستاذ مصطفى نجران الذي كان هو أيضا قطب من أصحاب المعارضة، وبالتالي هو استمر في نفس الدور ولعب دور مهم في معارضة القواعد الأجنبية وفي الحماس للأعمال القومية في ذلك الزمن كثورة الجزائر وثورة يوليو وغيرها من الحركات الموجودة في ذلك الزمن، وكانت لها مكانتها وطولاتها وجولاتها مهمة في الإطار، وهذا لم يكن بالتأكيد موضع تحيز من بعض الأطراف العليا في النظام الملكي في ذلك الزمان، إلا أن ثابت أن الشيخ محمود صبحي لم يكن أبدا ملتزم بهذا التوجه ولم يكن ممول من الخارج كآخرين، يعني كانت معروفين بعلاقات في مصر وربما حتى مولوا منها. الشيخ محمود بإجماع محبيه والمختلفين معه أنه كانت واحد يد نظيفة وكانت مواقفة وطنية لا ثمن لها ولا تحسيرية، وأنه كان يتوفر على سريرة طيبة وعلى حماس كامل للعمل الوطني وعلى الصدق أيضا في مواقفة وعدم كتمان لسيادته حتى مع الذين يختلف معهم في بعض الاتجاهات السياسية والأفكار السياسية، صحيح التعبير، فكان مثالا للرجل الذي يتوفر على ضمير غير عادي في المعنى الوطني. طيب لما كان المرحوم عضو في البرلمان الملكي، يعني هو زي ما اشرت حضرتك تترأس لجنة دعم الثورة الجزائرية، يعني هل ممكن تعطينا يعني فكرة عن نشاطك في الفترة هذه؟
طبعا كان نشاط الدعم الثوره الجزائريه كانت في المدينه كلها او ليبيا بالكامل، وكانت الوجوه الوطنيه سواء في طرابلس او في بنغازي او غيرها تجد في النشاط المؤيد للثوره الجزائريه توسيع لفضاء الممارسه الوطنيه ولدعم اتجاه التحرر في ليبيا، وكان ذلك يعني ضمن ما يمكن وصفه بالرمز. فانت عندما تعارض الاستعمار في الجزائر او في مصر الثوره الجزائريه فانت بالضروره تدفع العمل الوطني الى هذه التوجهات وتوسع من الدائره التحليليه، وخاصه مع ان ثوره الجزائر تحصلت الكثير من القوى الوطنيه في البلاد. نعم. وطبعا هي كانت بالتاكيد في اطار الصراع الدولي الموجود في ذلك الزمن، ولكن نقل الزق المهم جدا من العمل الوطني، وبالتالي فوجود الشيخ محمود بن الحليم وامثاله لدعم الثوره الجزائريه كان له اثر كبير في تنميه الشعور الوطني ومحاربه الياس الذي كاد ان يسيطر على النفوس بعد الاستقلال، اللي يعتبر في ذلك الزمن منقوص نتيجه الصراع والنظام الملكي المعاهد البريطانيه والامريكيه. فبالتالي يعني مقاومه الاستعمار في الجزائر كان ايضا دافع من الدوافع المهمه في هذا الموضوع. نعم. طيب ابقى معي استاذ امين، سوف ارجع لحضرتك مره اخرى. خلينا ننتقل الى ايضا معي عبر الهاتف الاستاذ طه محمد صبحي وهو ابن اخ الشيخ المرحوم. الو، السلام عليكم. نعم. اول حاجه عظم الله اجركم استاذ طه واحسن الله اداءكم. استاذ طه، يمكن تحكي لنا على الفتره الاخيره من حياه الشيخ، يعني خاصه ان الشيخ الواحد من الفتره الاخيره اختفى عنده ظهور كبير، وهل ايضا الشيخ صبحي رحمه الله عليه يعني بارك ثوره 17 فبراير، خاصه ان لم نرى له اي ظهور اعلامي في هذه الفتره؟ هو اختفاء في الفتره الاخيره يعني السنوات الاخيره اللي كانت في الظروف الصحيه وما عادش تسمع عني هو يكون موجود متواجد على الساحه يعني في الاعلام والحضور في المناسبات. لكن لو بتكلم عن العهد النخبي انه كان محارب يعني وتعرضوا للسير هذا وتعرضوا للجرم يعني من ضمنها ان اوقفوا له راسه ومنعوه من السفر حتى زي هذه يعني كانت هو الشيخ محمود يعني معروف في طرابلس ومعروف في البلد كلها يعني الناس المنظمين والمنقسمين في سبيل يعني التعامل الاجتماعي والعلاقات الاجتماعيه والانسانيه. نعم. يعني طيب الفترة الأخيرة كونكم أنتم يعني مثقفين وملاصقين بالمرحوم الشيخ محمود، يعني أكثر شيء كان شيء أكثر شيء كان يشغل الشيخ، يعني أكثر شيء كان يتحدث عليه الشيخ ويشغل باله يعني الفترة الأخيرة؟ والله هو كان حتى العلاقات الاجتماعية يعني والناس كانت تحب كثير منه، كان يواصل الناس والناس يواصل يعني حتى بالزورة يعني حتى بيته يعني حتى في القهوة يعني الفترة الأخيرة يعني عادي كانوا في الخارج مثل الدكتور محمد يوسف من جايب أول موسم صار بالجي اللي زار الشيخ محمود وهذا بشكل كثير والله جاروا بالبيت بتاعه يعني من وفي من الأستاذ عبد الحميد بن زهرة فكير الجزائر برضه نفس الشيء يعني حتى هو كان على اتصال ديما بجاية مع الشيخ محمود و... نعم. شكرا لك. نعم شكرا لك سطها محمد صبحي ابن اخ الشيخ رحم الله الشيخ محمود صبحي واحسن الله عزاءكم. نرجع لضيف الكريم ايضا عبر الهاتف الاستاذ امين. استاذ امين، يعني هل كان الشيخ صبحي قريبا من جماعه الاخوان المسلمين عندما اختير رئيسا لجمعيه الدعوه الاسلاميه في عام 1974؟ الشيخ محمود صبحي ككل رجال الدين يعني تعليمه الديني جيد وسلوكه الديني ايضا جيد، ولكن الشيخ محمود صبحي يمتاز لانه لم يكن في اي يوم من الايام متعصب باي مذهب من المذاهب ولا فكره من الافكار المتطرفه، كان دائما يقضي وكان دائما الى جانب التيسير والى جانب الاستناره، فلم يحارب مثلا المرأة المتعلمة ولا المرأة التي تحوي في الشارع ولا في الشارع، ولم يدعو إلى النقاب ولم يدعو لأي فكرة غريبة على الواقع الليبي وغريبة على جوهر الإسلام، كان يعمل
لأنه وكان متحمس لكل الناس التي يتوفر فيها على السهم الوطني، وكل الشخصيات التي حاولت أن تخدم ليبيا كان إلى جانبها ومتحمس فيها، وكان تبييض الحسرة لأي حكومة لا تستقر في ليبيا قبل سبتمبر، خاصة تلك التي لاحظ عليها الإصلاح. وأنا إن أنسى لا أنسى ما أعلمه من الصفر عندما أقال الملك إدريس حكم السيد عبد الحميد الدخول الذي رأى فيه الجانب الإصلاحي، وكان قبل ذلك لم يصدق ما أوصيها في الانتخابات 1960 من أن الحكومة قد تدخلت له، وكان السيد محمود السبعي من الشعوب الطيبين، وقد برهن على ذلك أيضا في محكمة الشعب، فلم يسيء لأي إنسان ولم يتحمس لأي كلام سيء يقدم لأي سياسي من السياسيين، ولم يزالي يعني نظام سبتمبر الإذاعي للعهد التقليدي، وكذلك فعل طيلة الفترة التي كان دخل فيها مسؤولياته سواء في الدعوة الإسلامية أو في الأوقاف أو في أي مكان. فهو كان رجل عالم بعلمه وبعيد عن كل الأشياء السيئة، حتى عندما طلب إليه أن يستخدم الجزائر في زيارة في تلك الزيارات المعروفة، طلب عليهم أن لا يقام في أمام بيته الرابط وأن لا يستقبل حريمة، ونحو أننا فقط استقبال عادي. وعندما دعي للسلام عليه أيضا في اجتماع من الاجتماعات، من يتقدم للقبل ولا إلى العناق، وإما الثاني هو اللي جه وعانق التسلل. فأكثر من هذا السيد محمد الشافعي لما دعي وخرج من الحضور اشترك حضر قائمة فيها 30 شخصية من شخصيات طرابل أو ليبيا لكي تكون موجودة، بما في ذلك أعداد نفسه في موضع الرضا. السيد محمد الشافعي دائما كان من دعاة المشاركة، وكان يعرف أن الإسلام أوسع بكثير من التعصب ومن المذاهب ومن التطبيق ومن النشاط السياسي المسلول. نعم، وطنيا بامتياز، وكان عالما بامتياز وعاملا بامتياز أكثر. نعم سيد أمين، يعني لماذا استقال طيب المرحوم من المحكمة الخاصة بمحاكمة رموز العهد الملكي؟ ما الأسباب وراء ذلك؟ المحكمة هو لما لاحظ عليها أنها فيها رغبة أن تكون انتقامية، فأعلم أنه يترخى. وأعتقد أن حتى الشيخ عبد العزيز النجار أيضا كان فعل نفس الفعل. ولا ننسى أن الأستاذ عبد الله الشرقيين فوز في البداية أن يكون مدعي عام في تلك المحكمة ولم يقبل. طلع الفريق حمل كثير من التقنيات التي كان لها دورها في العدالة وإلى الحذر من ظلم الناس. طيب، فيما يتعلق استقالتها من جمعية الدعوة الإسلامية أيضا، لماذا استقالت؟ والله هذه مثلة الدعوة الإسلامية هي ربما أن السلطة أرادت أن يكون لها نفاق أو ساعة، وربما أن الشيخ محمود هو شخص إداري بمعنى يستطيع أن يدير الأمور بالطريقة اللي ممكن تجاه بها تلك. يعني هل بلغت مثلاً حدثت؟ هل كان على خلاف مع القذافي؟ والله هو يقول أنا لا أتصور أن هناك أحد مكانك على خلاف، بس درجات الخلاف تختلف ودرجات التحمل تختلف والأساليب تختلف. ليس بالضرورة أن اللي بقى يعني لأنه ما هو على خلاف، هناك كثير من الناس حاولت أن تعبر على خلافها بالطريقة الخاصة. فالشيخ محمود ربما ما يستطيع يعبر عن خلافها بالطريقة اللي عبر بها. بس ذكر طه ابن أخت الشيخ رحمه الله الشيخ، ذكر أن فترة وقف حتى مرتب الشيخ، يعني الذي نفهم أن الشيخ تعرض لمضايقات بعد، يعني اختار عدم التعاون. يعني بالتأكيد كلما استمرت التجاوزات وكان هناك موقف صارم، كلما يتعرض الإنسان لبعض المضايقات فهو شامة من كل العناصر الإعلام المعروفين يعني يكون تعرض لبعض المضايقات. ما في يعني في مارس الماضي ولكن إذا كانت تعرض لمضايقة معناها ما هو جفن يقضي حتى المسجد ويقضي حتى التكيف والإستدراك والإنسان يستطيع عن الفكرة يصير اللي ما يعمل، ولكن هو النظام وضبط النظام لا يحتاج إلى حديث بدليل أن الناس صارت تدور عليانا وعارضة في تعرض للتغيير يعني. طيب، في مارس الماضي كرمت جمعية الدعوة الإسلامية الشيخ يعني رحمه الله الشيخ
يعني هل كان ممكن تخريبها لو لم تكن ثورة 7 فبراير يعني؟